ثلاثة. هنستكمل النهارده فيديوهات الشفوي السي بي اس، المره دي اي سي جي كارديك اوتبوت ريزيرف مع زميلكم خالد. ازيك يا خالد؟ الاي سي جي هنبتدي بيه وهسالك ايتروفين تريانجل ايه هو؟ ده ايكولاترال تريانجل بنعمل على الفرونتال بلين من الرايت شولدر والليفت شولدر والليفت ليج. تمام، هي دي كانت الفكره في البدايه وبعد كده طوروها. تمام. فبقت عملوا كان اول دول باي بولر ليد، عملوا باي يوني بولر ليد في التشست وفي الليم. لا انا قصدي انها كانت زمان ليفت شولدر ورايت شولدر، بقت دلوقتي الليفت ارم والرايت ارم اللي هو الليفت ريست، وكان زمان سيرفيس فيوز خلوها ليفت ليج. تمام، ايه هو الليد 1 ما بين ايه وايه؟ ليد 1 بين الرايت ارم والليفت ارم. تمام، وليد 2؟ ليد 2 بين الرايت ارم والليفت ليج. تمام، والليد 3 اللي هو الليفت والليفت. تمام. طيب هو عشان ايندوفين يتاكد ان وصلاته سليمه عمل ايه؟ شاف ان ليد اي ديفليكشن في ليد 3 ما يجمعه مع ليد 1 نفس الديفليكشن يديني ديفليكشن في ليد 2. تمام، اللي هو فكره الار فولتج. تمام، كده كلام جميل. انت قلت دول باي بولر ليدز، طب ايه هم اليوني بولر ليدز؟ يوني بولر، في يوني بولر ليمب ليدز وفي يوني بولر تشيست ليدز. تمام، يوني بولر ليمب ليدز اللي هم دول اوجمنتد اللي هو زي الاي في ار والاي في ال والاي في اف. اليوني بولر تشيست اللي هي اسمها بريكورديال ليد. تمام، اللي هو في 1 لغايه في 6. طيب في 1 وفي 2 ايه اهميتهم؟ في 1 وفي 2 بيعملوا الرايت فنتريكل. برافو. وفي 3 وفي 4 الانتر فنتريكل سيستم. تمام، وفي 5 وفي 6 الليفت فنتريكل. تمام، في حاجه اسمها ايبيكال بيت او الايبكس اوف ذا هارت موجود في انهي انتركاستال سبيس؟ في الليفت فيست انتركاستال سبيس، في الميد كلافيكولار لاين. وفي ناس يقولوا فورس ليفت، يعني فورس ليفت، الفورس ليفت صح في الميد كلافيكولار لاين. طيب امال ايه اللي موجود في الميد اكزيلري لاين؟ الميد اكزيلري لاين ده في 6. تمام، والانتيريور اكزيلري ده في 5. تمام، طيب ايه هو الاوجمانتد يونيبولر ليدز؟ فكرتها يا خالد ببساطه يعني ايه؟ هو يونيبولر اولا، يعني بيعمل البوتنشال ديفرنس، البوتنشال عند بوينت واحده اللي هي الديفرنس بين البوينت دي وزيرو. تمام، ده اليوني بولر. ده اليوني بولر. الاوجمانتد، الاوجمانتد بقى ان هو بيوصل بيشيل الباي بولر بتاع اللمب ده عشان خاطر يبقى اوجمانتد. تمام، اللي هو فرق الجهد ما بين النقطه دي وافريج النقطتين التانيين. كلام جميل. طيب امتى رسم القلب كله يتقلب؟ في الاي في ار. بالظبط، ايه السبب؟ ان هو الاي في ار هنا عند الرايت ار. تمام، والامبلس تمشي من الاس اي نود داون مور تو ذا ليفت، فعكسها صح، اواي فروم الاكسبلورنج الكترود. كده كلام جميل. الاكسس اوف ذا هارت يا خالد ازاي نقدر نرسمه وازاي نقدر نحسبه؟ هو اول حاجه الاكسس ده اللي هو الافريج دايركشن اوف ذا الامبلس من الاس اي نود لغايه الاس اي نود. تمام، تبقى داون مور تو ذا ليفت. بنحسبها اول حاجه ديتيرماين الايتوفن ترانجل، بنرسمها. تمام، وبعد كده بنجيب الار، الار بي ار اس كومبلكس بنحسبه في كل ليد، وبعد كده بنرسمه بقى على الكورسبوندنج ليمب بتاعه. يعني مثلا جبنا هنا ار بنحسب بوزيتيف ناقص اقل حاجه نيجاتيف. تمام، ونحطها من الميد بوينت من المثلث ده، ميد بوينت هنا دي زيرو وايه والدايركشن بتاعها. تمام، نرسمها بسهم كده. تمام، وعلى كل ليمب عملنا كده بقى. بعد كده نوصل رؤوس الاسهم دي ببعضها لغايه ما تتلاقى في نقطه في النص. تمام، ونوصل بقى النص بتاع المثلث لغايه النقطه دي بسهم، هو ده الافرج. كان عندك بالظبط اتنين مشترك ده الافرج. طب هو بيبقى الانجل بتاعته من كام لكام؟ من ماينس 30 لبوزيتيف 110. بالظبط 100 او 110. طب لو هو يا خالد اكتر من 110 يبقى الاكسس ده نورمال ولا ديفيتد؟ لا، دي ديفيتد، ده رايت اكسس ديفيشن. ايه اسباب الرايت اكسس ديفيشن؟ يا اما رايت فنتريكولار هايبرتروفي، يا اما ليفت فنتريكولار اكسس ستول. تمام، يا اما رايت باند برانش بروك، او في اللي هم التول والسين بيرس. صح، الليفت اكسس ديفيشن بيبقى عند كام؟ فوق ماينس 6. تمام، ايه اسبابه؟ عكس بقى دول طبعا هيبقى ليفت فنتريكولار هايبرتروفي، ليفت باند برانش بلوك اللي هم شورت اوبيز بيرسونز، ورايت اكسترا سيستول في الرايت فنتريكل. تمام، طيب سؤال، هو ليه الرايت اكسترا سيستول عمل ليفت اكسس ديفيشن؟ ايه السبب؟ عشان خاطر الامبلس تمشي
من حصل له ديبولاريزيشن تمام النون بولارايز صح فهي الرايت فنتركي حصل له بولاريزيشن الاول فيبعت للليفت بالظبط وفي الحاله دي هيبقى الاكسس ديفيتد داونورد تو ذا ليفت ولا ابورد تو ذا ليفت؟ لا ابورد تو ذا ليفت صح لان الداونورد تو ذا ليفت ده النورمال العادي بتاعنا كده كلام جميل هسالك في الاريزميا ممكن كلاسيفاي اريزميا صنف لي الانواع بتاعتها في ابنورمال كوندكشن في ابنورمال فورميشن تمام ابنورمال فورميشن في اربع انواع في اول حاجه اللي هو اس انودر ريزم نودل اس نودل اريزميا اريزميا في اللي هي بقى ايه ساينس تاكيكارديا ساينس براديكارديا وريسبيراتوري ساينس ريزم هنقف في كل واحده ساينس تاكيكارديا لو الهارت ريت زاد عن كام؟ عن 100 مثلا او يوصل 100 صح زاد عن 100 ايه اسبابه؟ اسبابه مثلا هايبر سيروديزم في الاكسرسايز في الانكريز تمبريتشر تمام او كاستجابه للبار ريسبتورز للهايبوتنشن يعني الهايبوتنشن صح تمام بيحصل نون كومبنساتوري ميكانيزمز طب في سؤال مهم بقى هو انت قلت لي اكسرسايز هيزود التاكيكارديا ازاي؟ الاكسرسايز سمباثيك صح والابنفرين بيطلع برضه تمام كلام جميل شبه البيتا ريسبتورز طيب ايه الريسبيراتوري ساينس اريزميا؟ الريسبيراتوري ساينس اريزميا بيبقى الهارت ريت عالي مع الانسبيريشن وقليل مع الاكسبيريشن تمام عشان الانهبيتوري فيجر تون تمام برافو عليك طيب انت قلت ده ديستربنس ان الفورميشن في حاجه ثانيه غريبه ونادره اسمها اس اي بلوك ايه هي اس اي بلوك ده في الابنورمال كوندكشن تمام الاس اي نود بتعرف تطلع الام بس ما بتعرفش توصلها للاتريوم تمام ودي حاله نادره جدا طيب لو اتكلمنا على الاكتوبيك فوكس يا خالد طبعا ده اساس الاريزميا هو الاكتوبيك فوكس جه في انهي مرحله في الرسم بتاعت الفاست وسلو ريسبونس بالفولنربل بيريود تمام الفاست ريسبونس اللي هي بعد ال في اخر الريبولاريزيشن اللي هو بعد الابسولوت ريفراكتور بيريود في النص الاخير من فيز 3 قلت جمله جميله قوي فولنربل بيريود يعني ايه؟ فترة كده استجابتها عالية قوي امتى؟ بعد التي ويف يعني في النص الثاني من التي ويف بالظبط برافو عليك لان النص الثاني من التي ويف هو الريلاتيف ريفراكتوري بيريود صح فولنربل طب ليه في الفترة دي محتمل الاكتوبيك فوكس تأثر عليا؟ الفترة دي الاكتوبيك فوكس أثر عليا عشان خاطر في سام فايبر بولارايز تمام سام ار دي بولارايز وسام انكمبليتلي دي بولارايز برافو عليك فيحصل ما بينهم ظاهرة مشهورة جدا اسمها فابريليشن ري انتري فينومين صح الري انتري او الفايبرليشن هو ايه فكره الري انتري؟ الري انتري بيبقى في كاردياك لوب تمام مثلا لو في نقطه ايه فوق الامبلس تمشي ازاي؟ بتمشي في الكاردياك لوب ده كده فلما ترجع عند الاي دي تاني تلاقيها في ريفراكتوري بيري تمام فالامبلس داي وما تعرفش تعملها ستيميوليشن تاني ده العادي ده النورمال صح لكن في الري انتري بقى ممكن الريفراكتوري بيري دي تكون انتهت فالامبلس تعرف تعمل لها ستيموليشن تاني ويفضل ماشي الامبلس في سيركس موفمنت تعمل ديبوليشن حتى حوالي 8 ايه الحاجات اللي تساعد على الري انتري؟ لما الريفراكتوري بيريود تقل مثلا بالظبط امتى؟ في بنفرم مثلا ربنا صح برافو عليك سمباثيك بيسرع كوندكشن تمام او في انكريز اللينس في الدايلاتيشن اوف ذا هارت برافو عليك ثالث حاجه لما مثلا في ترانزيانت بلوك تمام فترجع لها تلاقيها ترانسفيرشن تاني برافو عليك هنيجي بقى عند الاكتوبيك فوكس ونتكلم بالتفاصيل في الاتريا وفي في الفانتريكلز اللي في الاتريا ايه اسماء الديزيزز؟ في باروكسيزمال فانتريكولار اتريال تاكيكارديا تمام وفي اتريال فلاتر واتريال فيبريليشن وفي بريماتيور دي في الاول اتريال وبريماتيور نودل صح هنمسك نسال سؤال بريماتيور اتريال كونتراكشن او البي اي سي يا ترى البي ويف شكلها ايه؟ البي ويف ممكن تكون انفرتد لو مثلا الاكتوبيك فوكس دي من تحت الاتريا فهتبقى ايه؟ في عكس الاتجاه تمام بتشرح عكس الاتجاه او ممكن تكون هيبقى ابنورمال شير يعني كده عشان في ابنورمال كوندكشن هي في مكان تاني غير الاس ام تمام وزي ما الكتاب قال ممكن تبقى سليرد تبقى ناتشت عارف مش محدده قوي المهم هتبقى ابنورمال طب الكيو ار اس في الحاله دي شكلها يتغير؟ لا نورمال طبعا عشان هو لسه ابنورمال كوندكشن فيه لسه نورمال كوندكشن في التوصيل يعني تمام اللي هو الهيس البركيج سيستم هيس تمام طيب في سؤال مهم هو في البريماتيور اتريال كونتراكشن في وراها كومبنساتوري بوز بس ان كومن يعني ده موجوده بس ان كومن
مش زي تمام. انت قلت لي عنوانين مهمين قوي، قلت لي باروكسيزمال اتريال تاكيكارديا. يعني ايه باروكسيزمال اتريال؟ يعني ان اتاكس الاكتوب فوكس بتطلع الانبلس بتاعتها ان اتاكس بالظبط مرات كتير. يعني لو فترت متابعه صح، اتريال فلاتر واتريال فايبريليشن، ايه الفرق بينهم يا خالد؟ الاتريال فلاتر هنا دي سنجل اكتوبك فوكس تمام، وبتطلع ريجولار هارت ريت لغايه 350 بيت بالمنت تمام. الاتريال فيبريشن بيبقى مالتيبل اكتوبك فوساي والهارت ريت بيبقى عالي قوي لغايه 500 تمام. كده انت قلت اتريال ريت، ايه الفرق الثاني؟ الفرق الثاني الاتريال فلاتر افكتيف، بيبقى افكتيف كارديك اوتبوت، لكن الاتريال فيبريشن بيبقى نون افكتيف. تمام. في فرق كمان الراديال باث صح، بنحسها في الاتريال فلاتر ما بنحسهاش في الاتريال فيبريشن. بيبقى في بتتسمى باسم البالس ديفيسيت صح. يعني ايه بالس ديفيسيت؟ يعني ضربات القلب مش قد الباص اللي بحسها، الباص هنا قليله عن ضربات القلب الحقيقيه. بالظبط. ايه السبب؟ السبب ان في تو سكسسيف بيتس ورا بعض بسبب الهارت ريت العالي. برافو. تو سكسسيف بيت، فاول بيت بيبقى بتطلع الدم، فعشان الثانيه تيجي وراها على طول بقى الدم اللي جوه القلب قل، فما بتبقى دقه ضعيفه ما بتقدرش تكمل صح، بيبقى ميز بيت. ما دام قلنا ديفيسيت، عارف يا خالد تقريبا الفرق كام بين البيتس اللي عند الهارت اللي هتتعد وبين الريديال؟ هو الرقم ده مش حوالي 10 صح، حوالي 10 بيتس تمام. الاتريال فيبريليشن في الاي سي جي تميزها بحاجه. الاتريال فيبريليشن تبقى اللي هي الاي ويف مش باينه، مش باينه، تستبدل بايه؟ باف ويف صح، اف ويف عامله زي اسنان المنشار من كتر الكونتراكشن. سؤال اخير في الحته دي، لو انا عندي اتريال فيبريليشن تعالجني بدي فيبريليتور؟ في الاتريال ممكن، لكن في الفنتركل لا. في لا انا اسف في الفنتركل لازم دي فيبريليتور تمام. بس الاتريال الاحسن بقى هي اعلي الفيجال تو بالظبط، مش بيستهلك الحاله مش خطيره. طب سؤال، هي ليه مش خطيره؟ عشان الفيلنج اللي هو الاندايستوليك اللي هو الفيلنج في الكارديك سايكل اللي هي الماكسيمم فيلنج والريدوس فيلنج، هم دول ليهم الكم الاكبر من الفيلنج بالظبط. الفنتركل بيعتمد معظم ال 80% بتاعته على البريشر ديفرنس و20% على الاتريال بامب. خلاص كده كلام جميل. سؤال بقى مهم يجي للفنتركل، فنتريكولار اكسترا سيستول، هسالك كل ويف اتغيرت ازاي وتقول لي السبب. في ويف البي ويف مش هتكون باينه ابسنت ليه؟ عشان خاطر حصلت مع نفس الوقت الكيو ار اس كومبلكس ماسكت بايت. برافو عليك. السؤال الثاني، الكيو ار اس كومبلكس في الكيو ار اس كومبلكس برضه ابنورمال شيء بيبقى وايت بيزار عشان خاطر السيل تو سيل كوندكشن فيبقى انكريز الديوريشن و وهاي فولتج عشان خاطر بيعمل اكتيفيشن للفيرست فنتركل اللي هو الفيل اكسترود فوكس then activation the second ventricle فهيكون هاي فولتج. سؤال، هل هاي فولتج ولا لو فولتج؟ هل الاكسترا سيستول الضربه اللي جت قبل بعدها تتسجل بقوه ولا الضربه اللي بعدها؟ لا الضربه اللي بعدها بالظبط. الظاهره دي كان ليها اسم علمي يا خالد، فورس فريكونسي ريليشن شيب، وكان ليها اسم تاني صح، بوست اكسترا سيستوليك بوتنشيشن. الضربه اللي جايه بعدها ليه اقوى؟ لان انا عملت كومبنساتوري فوز ومليت اكتر. برافو عليك. زاد والكالسيوم اللي دخل بعد كده خرج كالسيوم اكتر. سؤال مهم، كومبنساتوري فوز بيقولوا ان في حاجه اسمها البي ويف اللي بعد الاكسترا سيستول، اخبارها ايه؟ اللي بعدها مش اللي قبلها، انت قلت اللي قبلها اختفت صح؟ طب واللي بعدها؟ اللي بعدها ما تتسجلش نص دايره كده ولا تختفي برضه؟ هي اللي بعدها مش هتتسجل لانها هتقع في الابسوليوت ريفراكتوري بيريود بتاعت الاكسترا سيستول. يعني اذا نقطه لكل الناس اللي سامعانا، البي ويف اللي قبل الاكسترا سيستول اختفت واللي بعدها برضه اختفت وكل واحده ليها سبب صح. عايز اسال سؤال مهم، الاكسس ديفيشن بيبقى اخباره ايه في الحاله دي؟ في اكسس ديفيشن في السيم سايد ولا الاوبزيت سايد؟ صح، بيبقى في الاوبزيت سايد. سؤال مهم، فنتريكولار فايبريليشن واتريال فايبريليشن يتشابهوا في حاجه واحده، ايه هي؟
ان هو مالتيبل اوتوبك فساي صح بيعمل هارت ريت عالي وده يؤدي لحاجه ان هتلاقي ان الكهرباء اللي ماشيه في الكتيره في الولف ظهار سواء اتري او فيرتيكال كانها بانك اوف وورم الامبرز بتتحرك عشوائيا او راندوملي بس بيختلفوا ان الفيرتيكال فايبريشن اخطر تمام لو جينا على الديستربنس ان كونداكشن ايه هو الولف باركنسون وايت سيندروم دي بريزنس اوف فيلوسيتي عاليه قوي في فايبرز اللي اسمها باندل اوف كنت تمام بتوين الاتري اند الفيرتيكال ودي اللي سرعت النقل توصلني الفنتركل اسرع من الاي نود وان في ري انتري في المنطقه دي تمام طيب ايه هو الباندل برانش بلوك باندل برانش بلوك يعني الهيس باندل اللي بتطلع من الاي نود دي بتتقسم اثنين تمام رايت باندل برانش وليفت باندل برانش باندل برانش بلوك بقى احد الاثنين مش شغال تمام طيب الاي في بلوك قول لي انواعها يا خالد في فيرست ديجري سكند ديجري ثيرد ديجري تمام الفيرست ديجري ده كل الامبلس بتروح للاتريا للفنتركل لكن بتتاخر شويه يعني عشان كده البي ار انترفال تبقى اكتر من 0.2 تمام سكن. تمام السكند ديجري نوت اول يعني بتبقى البي ويف مش كلها فولود باي كيو ار اس كومبلكس تمام في ممكن الاقي النسبه بينهم 2 الى 1 او 3 الى 1 بدون قطع كلامك 2 الى 1 دي اقدر الاقيها في نوع ثاني من الاريزميا من الاتريا فلاتر تمام يبقى كده 2 ل 1 في مرضين اتريا فلاتر سكند ديجري ثيرد ديجري هل في بي ار انترفال؟ في بي ار انترفال لا هو الثيرد ديجري بين الاتريا الاتريا اتريا فنتريكولار اسوشيشن مفيش تمام الاتريا فنتريكولار انفصلوا عن بعض فما فيش اساسا انترفال ما بينهم تعرف حاجه اسمها ادمز ستوب سندروم دي لوس اوف كونشسنس وديزنس وفينتنج بسبب اللو ايدي فنتريكولار ريزم تمام يوصل 15 20 بالمية او ساعات 25 في الحدود دي فبيبقى قليل قوي ان يوصل بلاد فلو ايه هو الميوكارديال انفاركشن سببه ايه ده لوس اوف بلاد سبلاي للماسل فايبر حصل لها نكروزس تمام طيب وريبليس باي فايبرس ايه الاي سي جي يبان لك ازاي يا خالد في الاول عشان خاطر الاول هي ما بتحصلش انفاركشن على طول الاول تبقى ريزد اس تي سيجمنت بعد كده تبقى ديب كيو ويف تبقى على طول موجوده بقى في صح نمسك واحده واحده اس تي سيجمنت عالي فول ايزو الكتريك لاين هتعرف السبب ايه؟ عشان خاطر هو في ديبولاريزيشن لوكال ديبولاريزيشن على الحته دي عشان خاطر هي ماتت يعني فالمصل اللي هي صوديوم بوتاسيوم بام مش شغاله كويس عشان خاطر قله البلد اللي رايح لها فحصل لوكال ديبولاريزيشن بتطلع كارنت اوف انجري تمام ان الجزء دي بولارايز وناحيه ري بولارايز فبقى في بوتنشال ديفرنس ما بين التو وولز اوف فالتيكلز راح في وقت راح تمام طب التي ويف في الحاله دي يبقى نورمال ولا تتقلب؟ تنفرف ايه السبب؟ لوس ديكريز الكوندكشن الفلوس الكوندكشن قلت ف هو الابيكارديوم والاندوكارديوم كان المفروض الريبولاريزيشن منين؟ من الابيكارديوم للاندوكارديوم تمام بس عشان خاطر الاندوكارديوم في النورمال حصل له في بلاد فيسل اسكيميا في السيرجيكال اسكيميا بسبب الضغط العالي بقت الريبولاريزيشن من الابيكارديوم للاندوكارديوم تمام فهي بقى اما الاسكيميا بقت برضه في الابيكارديوم فمشيت في منين من الاندوكارديوم للابيكارديوم في نفس اتجاه الديبولاريزيشن فحصل عكس الاتجاه كده كلام جميل طيب السؤال المهم انت قلت الديب كيو ويف هو ليه كيو ويف بقت ديب عشان خاطر الانفاركت في الاريا دي عامله زي الكتريك ويند فسمحت الالكترود ان هو بيك اب النيجاتيف دي او الامبلس بسرعه يعني عامله زي هول كده فان الامبلس بتروح الالكترود على طول تمام طب بس هل الكيو بقت ديب عشان في الكتريك ويندو بس ولا احنا سجلنا حاجه بالاضافه لكهربه السبتم في مثلا توكسيك طلعت لا اللي انا قصدي يا خالد ايه ان انت لو الهول مثلا بتاعتي دي ده الهول الشمال بقى الكتريكال انر تو اسكيمت انا بسجل كهربه السبتم واللي وراه اللي هو ديستانت هيلثي ماسل عشان كده الكيو بقت ديب كلام جميل طيب لو جينا للايفكت اوف ايونز لو البوتاسيوم عالي هايبر كاليميا ياثر على الاي سي جي ازاي؟ هايبر كاليميا بتخلي فيه لو فولتج تي ويف وبروميننت لا مش بروميننت لو فولتج تي ويف ولا تول بيكت طول بيك دي تي ويف صح طول بيك دي تي ويف وتغير في الري بولاريزيشن صح طب لو انا جيت قلت لك عندي هايبو ناتريميا الصوديوم اللي في الدم قليل الاي سي جي لو فولتج
صح ان كيو ار اس بتقل. طب هو ممكن الفولتج يقل لسبب تاني غير الهايبوناترينيا؟ حاجه انا قصدي ان حاجه تمنع تسجيل الكهرباء، عارف بريكارديال افيوجن، حاجه ضغط على الهارت من بره زي كيس مليان ميه موصل سيء للكهرباء او باد كوندكت او فاتي بيرسون. تمام. طيب في سؤال بقى مهم قوي في الايفكت اوف ايونز، لو حقنتك حقنه كالسيوم بسرعه يحصل كارديك اريست في السيستول. تمام. وليها مصطلح علمي اسمها دي كالسيوم رايجوز. بالظبط كالسيوم رايجوز. طب لو البوتاسيوم عالي يقدر يوقف الهارت في السيستول ولا الدايستول؟ في الدايستول. يوقفه في الدايستول. النقطه الاخيره المهمه يا خالد طبعا ليك وكل زمايلك، يتراجع النورمال اي سي جي كل ويف الديوريشن بتاعها والامبليتيود كرقم في البدايه. هندخل دلوقتي على الكاردياك اوتبوت. جاهز؟ ايه هو الاند دايستوليك فوليوم؟ It is the volume in the volume of blood in the ventricle just before at the end of diastole or before contraction. تمام. تقريبا بيبقى كام؟ حوالي 130 مللي. صح. والاند سيستوليك حوالي 60 مللي. والستروك فوليوم الفرق بينهم بيبقى 70 مللي. يعني ايه تعريف ستروك فوليوم؟ is the volume of blood ejected by each ventricle per beat. تمام. وايه تعريف الكاردياك اوتبوت؟ volume of blood ejected by each ventricle per minute. تمام. ازاي اقيس الكارديك اوتبوت؟ بقدر اعمل ستروك فوليوم في الهارت ريت. تمام. وعندي طريقه اسمها فيكس برنسبل او طريقه فيكس. فيكس ده اثبتها ازاي؟ هو اول حاجه قال المبدا بتاعه، يعني قال ان البلاد فلو تو اني اورجن بيساوي اللي هو ماده او حجم الماده دي. تمام. اللي هي كونسيومد اور ادد. تمام. على الارتيريال والفينس الديفرنس بينهم يعني في نفس المدى. تمام. تمام. دي الفكره ببساطه. ان قال هو شاف الاكسجين، شاف الاكسجين اللي بيستخدمه الجسم بير مينت بريسبيرومتر. تمام. وبعد كده جاب ارتيريال سامبل. تمام. سامبل وشاف الاكسجين فيهم قد ايه وجاب الفرق بينهم. طب هو الاكسجين كونسامشن بير مينت يا خالد تقريبا كان كام مللي؟ 250 صح. والارتيريو فينس ديفرنس كام؟ كان 0.5 اللي هو لتر، يعني تقريبا 50 مللي، يعني نقدر نقول انه كان 5 لتر في النهايه. تمام. طب في سؤال مهم عايز اساله، في طرق ثانيه لقياس الكاردياك اوت بوت؟ في الانيمال اكسبيرمنتال انيمال زي الهارت لانج بريبريشن. تمام. والثانيه بقى اللي هي الانسيسايد انيمالز. طب من غير الانيمالز هل في الهيومن في طريقه حديثه بنستخدمها دلوقتي لفيكس؟ اللي هي ايكو كارديوجرافي. صح. ايه فكره الايكو ببساطه؟ في بيطلع اشعه جهاز. صح. بيطلع اشعه. تمام. بتعمل مابنج للهارت كده وتشوف حجمه وديورنج الديفرنت فيزز كارديك سايكل، فبيعرف يجيب الاند ستوريك فوليوم والاند ستوريك ويجيب الفرق. تمام. امتى الكارديك اوتبوت يعلى فيسيولوجيكالي؟ في الاكسرسايز مثلا او في البريجنسي. تمام. افتر ميلز. تمام. كل ده كلام جميل. طب وفي البوستشر؟ في البوستشر في الريكومبنسي بيكون اكتر عشان الفينس ريترن بيزيد، لكن في البوستشر وانا واقف الفينس ريترن بيكون اقل من وانا نايم. بس طبعا ده بيتعوض بايه؟ بيتعوض بالسمباثيتك. تمام. اللي هو الانتي جرافيتي. صح. نيجي بقى لنقطه ثانيه، الريجوليشن اوف كارديك اوتبوت، في حاجه اسمها هيتيرومتريك وهوميومتريك، ايه الفرق ما بينهم؟ الهيتيرومتريك هنا اللينس بيتغير، لينس مصر فايبر. تمام. لكن هوميومتريك كونستنت لينس. تمام. كونستنت اند دايستوليك فوليوم، اند دايستوليك فوليوم بيتغير عشان كده. تمام. والاند سيستوليك فوليوم في الهيتيرومتريك؟ في الهيتيرومتريك بيزيد سلايتلي. والتاني؟ التاني بيقل بيزيد عشان خاطر الستروك فوليوم بيقل عشان خاطر الافتر لود عالي قوي. تمام. مين اللي بيحصل الاول ومين بعده؟ الهيتيرومتريك بيحصل الاول وبعد كده الهوميومتريك. ايه اهميه الهيتيرو والهوميومتريك بصفه عامه؟ في الاكسرسايز انا بعمل اكسرسايز الهيتيرومتريك عشان خاطر الفينس ريترن بيزيد فالبري لود بيزيد فعشان ضخ دم اكثر من المصري. طب ممكن يفرق الهيتيرو والهوميومتريك في هارت فيلير؟ يساعدونا؟ يساعدونا. تمام. بس هو وزن ليميت الهيتيرو وزن ليميت. صح. بقانون ستارلينج لو كده كلام جميل. طب لو جيت قلت لك ايه الادويه اللي هي بوزيتيف اينوتروبيك دراجز؟ بوزيتيف انوتروبيك يعني بتزود الكونتراكت
contractility زود الفورس contraction. تمام. زي الجلوكاجون زود الفورس contraction. ازاي؟ بشتغل على specific receptors زود السايكليك ان بي. برافو عليك، وده السكند مسج الاساسي. فين؟ في بيتا اجنس بقى زي الايزوبروبرانول. تمام. وفي السمباثيتك الابنفرين والنورابينفرين. وفي الديجيتاليز طبعا. الديجيتاليز بص في نسبة بس هو نيجاتيف كرونوتروبيك. تمام. طيب ايه هو النيجاتيف اينوتروبيك دراجز؟ اللي هو البيتا انتاجونست بقى زي البروبرانولول. تمام. والكالسيوم شانل بلوكرز. النيفادبين والادالانتين. تمام. في سؤال مهم، ايه علاقة الفينوس ريتيرن ب الكارديك اوتبوت؟ الاول كان في كذا كيرفات يا خالد لو تفتكر، نبتدي واحده واحده. رايت اتريال بريشر كارديك اوتبوت ماشي. الرايت اتريال بريشر لما بيزيد بيزيد الفيلنج للفنتركل. تمام. فيزيد الكارديك اوتبوت لغايه ما يكون متساوي بقى. تمام. طب ايه علاقه الفينوس ريتيرن بالرايت اتريال بريشر؟ الرايت اتريال بريشر لما بيزيد الضغط بتاعه الفينوس ريتيرن بيبقى قريب، بيبقى فيه عشان هو الفينوس ريتيرن بيساوي المين سيركولاتوري بريشر ناقص الرايت اتريال بريشر، لما يزيد الرايت اتريال بريشر يقل الفينوس ريتيرن. تمام. علاقه عكسيه. طيب امتى نظريا الفينوس ريتيرن يبقى زيرو؟ لما يكون الريست الكارديك شغال اصلا، لما الاثنين يكونوا متساويين. لما يكون الرايت اتريال بريشر 8 يبقى 7 تقريبا. والسنترال فينوس بريشر يكونوا قد بعض، وده نظريا. طيب السنترال فينوس بريشر كان ستاتيك ولا دايناميك بريشر؟ السنترال فينوس لا دايناميك. صح. والستاتيك اللي هو المين سيركولاتوري بريشر. تمام. المين سيركولاتوري بريشر ايه الفاكتورز اللي تاثر فيه؟ البلاد فوليوم. تمام. والفاسكولار كاباسيتي. برافو. طيب الفاسكولار كاباسيتي لو قلت ولا لو زادت يزيد المين سيركولاتوري؟ لو الفاسكولار كاباسيتي قلت. تمام. هيزيد المين سيركولاتوري. صح، اللي هو الفينو كونستريكشن كده. كلام جميل. بتسمع يا خالد على حاجه اسمها شيفت ابورد اند تو ذا ليفت، دي بتحصل امتى؟ دي لما ده اللي هو للفنتريكولار ولا الفينوس سيركولاتوري؟ للفنتريكولار. الفنتريكولار. لما تدي كونتراكتيليتي. صح، هي البوزيتيف اينوتروبيك. برافو عليك، ودي جمله ام سي كيو خلي بالكم منها دايما تيجي، شيفت ابورد اند تو ذا ليفت امتى؟ ودايما العكس داونورد اند تو درج. ودايما السؤال ممكن يجي بطريقه ثانيه بس ما تتخضش، يقول لك هايبر افكتيف هارت. ما هايبر افكتيف دي يعني بوزيتيف اينوتروبيك، يبقى شيفت ابورد اند تو ذا ليفت، وهايبو افكتيف العكس. صح كده، كلام جميل. في حاجه اسمها ايكوليبريم بوينت. دي الانترسكشن بتوين الفنتريكولار والفاسكولار فانكشن كيرفز، اللي هو الاثنين دول بيكون الرايت اتريال بريشر وهنا الفينوس ريتيرن كارديك اوتبوت على الـ تمام، فيتساووا مع بعض عند الخمسه ليتر، ده الانبوت يساوي الاوتبوت. في سؤال مهم انا عايز اساله في الحته دي، مهم قوي. هو بالنسبه للكاردياك اوتبوت ايه تاثير الهارت ريت وتغيرات الهارت ريت على الكاردياك اوتبوت؟ الهارت ريت لما في فيسيولوجيكال رينج اللي هو من 60 ل 90 بير بير من. تمام. هنا لما يزيد الهارت ريت ما ياثرش قوي على الكارديك اوتبوت. تمام. لما يزيد بقى من 100 ل 160 لما يزيد الهارت ريت في الحدود دي يزيد الكارديك اوتبوت. تمام. لكن لما يزيد بقى 200 طبعا الكارديك اوتبوت بقى الهارت ريت العالي ده يخلي الفيلنج قليل. تمام. فهيقل الكارديك اوتبوت. تمام. لكن لو لو كارديك لو لو هارت ريت بقى مثلا 40 بير بير من ده هيقل الكارديك اوتبوت، ان الهارت الستروك فوليوم عندي الاند دايستوليك فوليوم يزيد